بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم نتكلم عن خدمه الاس اس اتش. خدمه الاس اس اتش هذه خدمه اتصال شبكي ما بين اجهزه الكمبيوتر هذا وهذا على شبكه معينه. طيب كيف نقدر نتصل؟ ببساطه شديده، او بالاصح ايش فوائد البرنامج؟ قبل البرنامج يفيدك بنقل ملفات، ويفيدك ايضا بتنفيذ مهمات معينه، مما يعني انك قد تستطيع تنفيذ مهمه معينه على جهاز بعيد كاداره مستخدمين، حذف ملفات، اعاده تشغيل، ايقاف تشغيل، كل حاجه تمام، تثبيت برامج، كل شيء كل شيء تمام. طيب كيف نقدر نستخدم الخدمه؟ اول حاجه تتاكد ان البرنامج اساسا مثبت. طبعا بشكل عام هو موجود البرنامج تمام، موجود تحت الوسط طبعا نفس النص هذا، هذا الفيدورا اول واحد واي يو ام تمام. بالنسبه للتوزيعات الديبيانيه هذا هو تمام، طبعا ديبيان والابونتو ولينكس من الشغلات هذه. بالنسبه للديبيان انا لاحظت انك تحتاج الى انشاء المفاتيح بالشكل هذا تمام، نفذ الاوامر هذه. بالنسبه للارتش لينكس، بالنسبه للاوبن زوزا اوكي، هذا اللي تحتاج تثبته. عموما الخدمه موجوده بشكل افتراضي. بالنسبه للفيدورا والاوبن زوزا قد تحجبك خدمه الجدار الحمايه، قد انا ما تاكدت تمام، لذلك تاكد من جدار الحمايه انه مفعل للاتصال حق الاس اس اتش. اوكي، عشان نتصل بجهاز معين نحتاج الى تقريبا اربع شغلات. الحاجه الاولى تعرف الاي بي الخاص بالجهاز تمام، الحاجه الثانيه يكون معك اسم مستخدم، ويكون معك باسورد المستخدم، ويكون معك اسم عفوا رقم المنفذ الخاص بالاتصال. بشكل عام المنفذ رقم 22 بشكل عام تمام، او الافتراضي، لكن بعض الناس تغيره من باب الحمايه على السيرفرات. طبعا نتكلم عن السيرفرات الموجوده محليا عندك نفس الشبكه، او سيرفرات بعيدا. كل الخدمه هذه تتصل هنا وهنا بشرط يكون الجهاز هذا مثبت الخدمه ومفعل الخدمه. طيب الان انا عندي ابونتو عفوا عندي هنا ديبيان اوكي. بالنسبه للديبيان انا كيف اقدر اني افعل الخدمه؟ اول شيء يكون مثبت البرنامج، هذا اول حاجه. ثاني حاجه تاكد انه خلينا نشوف شيء، اول شيء بارد. طيب تأكد من أن الخدمة تشتغل، لذلك عليك تكتب سودو سيرفيس ستوب عفوا SSH ستوب تمام. هذا بالنسبة لطريقة الإيقاف. بعض التوزيعات ممكن تستخدم بالشكل هذا، سودو ATC init dot d تمام، وبعدين اسم الخدمة SSH، بعضها تكتب SSHD تمام، على حسب تمام، ثم تكتب هنا ستوب. أوكي احنا راح نعمل تشغيل. طبعا الطريقه اللي قبل شوي الطريقه هذه واحده، تم تشغيل البرنامج. الان بعد ما نشتغل البرنامج نحتاج الى اي بي الخاص بالجهاز. خلونا اكبر لك ملخط هذا شوي. طيب نحتاج اي بي الجهاز زي ما قلت لكم، لذلك كل اللي عليك تسويه تكتب اف كونفيج تمام. احيانا يقول لك غير موجود بينما هو موجود، لذلك تحتاج صلاحيات سودو، اكتب سودو فقط تمام. الاي بي وين راح يكون؟ راح يكون موجود مع الايثرنت، لذلك انا راح اصغر الشاشه شوي لاني بديت ما اشوف بعد. اوكي تمام نكبر هذا. اوكي نعيد العمليه مره ثانيه عشان تطلع مرتبه. الاي بي هذا هو تمام، طبعا 102 محلي. اوكي الان افتح الطرفيه حقتي انا عشان اتصل بالجهاز. في مصطلح معين لازم تعرفونه، الجهاز القريب والجهاز البعيد. طبعا هذا اخترعته انا قبل شوي المصطلح. الجهاز القريب هذا اللي انا اشتغل عليه حاليا الافتراضي، الجهاز البعيد هذا هو الوهمي، لذلك لما نقول جهاز البعيد اعرف انه نتكلم عن هذا الوهمي. طيب راح افتح الان طرفيتي اوكي، وراح نبدا باستخدام طرفيتي للتواصل مع الجهاز الثاني. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب اس اس اتش. عشان نتصل لازم تكتب اس اس اتش، تعطينا اسم المستخدم الخاص اللي هناك. اذا ما كتبت اسم المستخدم حقك، كتبت الاي بي فقط، راح ياخذ اسم المستخدم هذا اللي هو بالسيرفر عفوا بالجهاز القريب اوكي. لذلك الان انا لو كتبت الاي بي مباشر راح يدخل هناك عبد المجيب، لذلك نكتب اسم المستخدم اللي هناك افضل. هذا اسمي، الاي بي زي ما قلنا 192.168.1.93 تمام. ثم بعد هذا تحط ناقص بي، وبعدين تحط البورت. الشغله الاخيره غير مهمه تمام، يعني ممكن انك تتصل بالشكل هذا، لكن احنا ليش حطيناه؟ مجرد تنبيه انه في بعض الناس تغير رقم المنفذ، لذلك لازم تحط رقم المنفذ بالمنطقه هذه. طيب الان لو ضغطت انتر تمام، لاحظ اني دخلت على الجهاز هذاك. ليش دخلت على الجهاز هذاك بدون مشاكل؟ لان انا مصرح لي اني ادخل بالجهاز هذاك بدون مفتاح. لكن افتراضيا الان الخروج، كتبت اخرج ثم حذفت مفاتيح اللي عندي تمام، وجيت حاولت اني اتصل مره ثانيه، لاحظ انه طلب من الباسورد والتحقق، مو فقط الباسورد. الحين راح يتحقق بحيث انه يضيفه بالقائمة الخاصة بالاتصالات اللي عندي. لو كتبت يس انتر راح يقول لك الان ادخل الباسورد، ادخل الباسورد الان حق الجهاز اللي هناك البعيد. لاحظ انه قال لك عبد المجيب ات الاي بي هذا، لذلك هو راح يتصل بالجهاز البعيد. دخلنا الباسورد، نضغط انتر، الان تم الدخول على
ديبيان بالجهاز هذاك. طيب انا الان ارش، هذا يعني اني اقدر انفذ هناك اوامر تثبيت حقت الديبيان زي مثلا سودو ابت جيت ابديت، راح تلاحظ انه راح يعمل هناك بدون مشاكل كانك على الجهاز هذاك زي ما انت شايف. الان هو يشتغل على الجهاز هذاك ما يشتغل على جهازي انا. هذا بالنسبه لنقطه التثبيت والشغلات هذه. اوكي ممكن اني انفذ مهام يعني بالنسبه لنقل الملفات والشغلات هذه والتحكم بشكل كامل عن طريق الطرفيه. طيب الان راح نسوي اكزيت، خرجنا من الجهاز، كيف نقدر ننقل ملفات من جهاز قريب الى جهاز بعيد؟ خلونا افتح لكم الجهاز هذا بحيث انه يكون عندكم تصور عنه. نفتح اماكن مثلا. طيب هذا المنزل وفي ايقونه الارتش هذه شايفينه. طيب انا ممكن الان اجيب ملف اضافي او احذف ملف من هنا، بما يعني انه ممكن اني اكتب الان rm arch.png تمام، راح ينحذف من هنا الان لو سوينا تحديث اب حذفت الايقونه اللي عندي انا. طيب نروح ندخل على الجهاز مره ثانيه، نعطيها الباسورد تمام ونحذف الايقونه. اوكي لان الايقونه هي هنا واحده. اوكي تم الحذف. كيف نقدر ننقل ايقونه من عفوا اي ملف من جهازي الى جهاز ثاني؟ الان لاحظوا هنا فيه ملف اسمه اس اس اتش مثلا، حابني ازيد ملف هنا يعني اخذ له مجلد الفيديو حقي مثلا او اي برنامج او اي ملف عندي. طيب مجرد انك تكون على جهازك المحلي، انا الان على ديبيان زي ما انتم شايفين، اكتب لي ديبيان هنا واكتب اكزيت، ثم الان انا على جهازي راح انقل له ملف بكل بساطه. تكتب اس سي بي وبعدين اذا كان مجلد راح تحط ناقص ار، اما اذا كان ملف مو بلازم ناقص ار، لكن اذا كنت تنقل مجلد كامل تحط ناقص ار. اس سي بي اسم الملف، الله ايش عندي انا هنا طراني ما ادري، خلينا نسوي ls تمام. خلينا ناخذ هذا مثلا اس سي بي فايل 1.txt عفوا هذا الخطا. اوكي بالشكل هذا وين حاب تنقله. الان تكتب اسم المستخدم زائد الاي بي ات 192.168.193 ثم نقطتين والمسار اللي حاب تنقله الملف هوم عبد المجيب تمام. الان لو ضغطت انتر راح ينقل من الجهاز القريب الى الجهاز البعيد. تم النقل. راح نلاحظ هنا الان انه طلع عندي ملف اسمه فايل دوت تي اكس تي. طيب هذا بالنسبه لطريقه النقل. اذا حاب تنقل من الجهاز البعيد الى الجهاز القريب تقلب العمليه، فبدل ما انك تكتب الاي بي اخر شيء راح تكتب الاي بي اول حاجه. طيب شلون نكتب؟ الله يسلمك بكل بساطه. الان ايش قاعد اسوي انا؟ نكتب بالشكل هذا السي بي ثم تحط الاي بي 192 عفوا ممكن تكتب 192 مباشره ترى ات 192.168.193 هوم عبد المجيب ايش اسم الملف فايل 1.txt حاب انقله وين؟ حاب انقله على مجلد الهوم حقي، الشرطه هذه تعني هوم، ثم حاب انقله على مثلا دوكيومنتس. اوكي عفوا عبد المجيب. اوكي انا صح راح اجيب فايل 1.txt راح انقله على هوم عبد المجيب اللي هو محلي دوكيومنتس انتر. الان راح اطلب منك الباسورد هذاك. تم نقل الملف من هناك الى هنا. بالنسبه للنقطه الاخيره راح اتكلم عنها وهي كيف توثق الجهاز تدخل تلقائيا بدون باسورد ما بين الاجهزه. ممكن تنفذ العمليه هذه على اكثر من سيرفر، الفائده منك تدخل على السيرفر هذاك بدون ما يطلب منك الباسورد كل مره. بكل بساطه راح تكتب اس اس اتش كي جن اللي هو كي جنريتور انتر. اوكي اضغط انتر. هنا ممكن تحط باسورد، الباسورد هذا الفائده منه هو يكون حلقه مفاتيح، ما يعني ممكن تحفظ مفاتيح كثيره باسورد واحد، كل ما جيت تدخل على اي جهاز يطلب منك باسورد موحد، انتر عشان بدون باسورد. اوكي خلصنا. الان نسوي اس اس اتش كوبي اي دي وبعدين ناقص اي وبعدين المفتاح وين موجود؟ المفتاح موجود هنا مجلد الهوم دوت اس اس اتش بالشكل هذا، وبعدين عندنا الله يسلمك الملف وش اسمه؟ هذا هو idarsa.public. وين راح نوديه؟ راح نوديه للجهاز هذاك، نحط اسم المستخدم اللي راح نتوثق الدخول عن طريقه، بعدين ات 192.168.193 اوكي انتر. احط له منك باسورد الجهاز هذاك. تم الان التوثيق. الان لو حاولنا ندخل بدون باسورد، راح ندخل بدون باسورد ببساطه بالشكل هذا. لما اجيب هات 192
1811 93. الآن أنا دخلت بدون أي شيء، ممكن أكتب سودو باور أوف 1 2 3 4 5 6. الآن تم إيقاف تشغيل الجهاز البعيد زي ما أنتم شايفين. إلى هنا انتهى درس اليوم، أتمنى لكم استفدتوا. أي أسئلة أي استفسارات تفضلوا بالتعليقات هنا أو انتقلوا على موقعنا الجديد اللي هو نسيته support.arabginolinux.org، موجود الرابط تحت، هذا خاص بدعمكم إن شاء الله تعالى. نشوفكم إن شاء الله وفي أمان الله.